نعم، هذه الإحصائية طبعا ليست بثابتة كون أن الشهر نيسان لم ينتهي بعد، وبالتالي هناك اعتقال واختطاف للمواطنين في ريف عفرين، سواء في قرى ناحية راجو أو في مناطق قرى ناحية نعم تفضل أستاذ إبراهيم، نسمعك، تفضل. نعم نعم هناك طبعا عن اختطاف واعتقالات في معظم ريف عفرين، سواء حتى يعني المواطنين الكرد الأصليين أو حتى المستوطنين الذين جلبوهم مناطق سورية أخرى، طبعا بغية الحصول على الفديات. وهناك مجموعات تنتهج سياسة الخطف من المسلحين ملثمين يقفون على مفارق القرى ويقومون باختطاف التجار سواء جملة أو مفرق وغيرهم ممن لديهم أموال، وهناك حالات كثيرة من هذا النوع. وبالتالي شهدنا أيضا حالة أخرى من قبل مستوطني عدرا في قرى ناحية راجو، وأيضا بمشاركة مسلحي جيش الإسلام الذين اعتدوا على المواطن الكردي التاجر زيد أحمد رشيد بكر، كان عبارة عن 70 شخصا وتمكن الهروب منهم، وهم أرادوا بذلك دون يعني أن يكون أي سبب مباشر بالاعتداء عليه، سوى أنهم يعرفون أنه مختذر وهو تاجر الزيت. لابتزازه دفع عتوات كبيرة والتجأ إلى أمنية شرقية في ناحية راجو بحثا عن يعني ليتمكن خلاص من مرتزقة جيش الإسلام وغيرهم، لكن حتى أمنية شرقية لم تتمكن من الدفاع عنه سوى بإبعاد هؤلاء. وأيضا يعني الموضوع كما نعرف عندما يكون هناك ضحية كردي لا أحد يتدخل ويعتبر ضحية بالنسبة للكل، وإن يقوم بشعارات يختلف عن آخر لكن في الجوهر والمضمون الكل واحد، هذه الفصائل لا تختلف عن الأخرى، أي فصيل هو يمارس انتهاكات وجرائمه بإيعاز مباشر من الاستخبارات التركية. وأيضا شيء آخر كما نعلم أن القيادات الجيش الوطني وتحديدا الصقور الشمال قاموا بفرض أتوات أو بإجبار أصحاب الآليات زراع جرارات بالعمل في الأراضي أو حقول الزيتون المستولى عليها بالمجان تحت طائلة تهديد بالخطف واتهامهم بالتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية أو حزب العمال الكردستاني وغيرها من القوات الكردية. وأيضا في حلق الشام فرضت أتاوى على غرار عمشات على ورق الكروم العنب اليبرق بأتاوى تصل إلى 50% صافي الأرباح دون أن تدفع أي تكاليف الفلاحة أو الحراسة أو أجور النقل أو غيرها. وبالتالي تشارك أصحاب الوكالات يعني كأنهم أصحاب الأرض، وبالتالي هناك هذه الانتهاكات الممنهجة. وأيضا تم افتتاح قرية أو مستوطنة أخرى في ناحية جنديرس من قبل منظمة أفواد التركية، ولا أتذكر اسم الجمعية بالضبط، طبعا هذه الستة أبنية وكل بناء 4 طوابق حديثة طبعا بتبرعات ومساهمات من عرب فلسطين 48. نعم أستاذ إبراهيم، كل المعطيات التي حضرتك الآن أتيتها بها ذكرا خلال مجرى حديثك، كل هذه الانتهاكات تحت أي مسمى يتم تصنيفها؟ طبعا هذه الانتهاكات كلها نعلم يعني قطع أرزاق الناس، استيلاء على ممتلكات الناس، تهديد والخطف والقتل، تأتي في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد إنسانية ضد مجموعات معينة من السكان الأصليين يعني المتشبثين بأرضهم. وبالتالي هذه جرائم وفق القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية كونها تنتهك وتمارس بحق أناس محددين، وكما نعلم الضحية هم السكان هم الكرد يعني. نعم أستاذ إبراهيم، بسؤالي الأخير، كما حضرتك الآن ذكرت بأن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إذن هذه توثيق هذه الانتهاكات إلى أي مدى سوف يساهم في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؟ طبعا الفلتان الأمني وانتشار يعني حالة الفضائلية وسطو السلاح التركي بيد المسلحين والمستوطنين
كل هذه الإجراءات تساهم في ارتكاب مزيد من الجرائم انتهاكات، كون هناك يعني حالة الفلتان ولا يوجد أي حسيب أو رقيب على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وسلطات الاحتلال التركي، الكل مشاركين بصمتهم في هذه الجرائم. لكن رغم صدور العديد من التقارير الحقوقية الدولية التي تشير إلى قيام سلطات الاحتلال التركي أو فصائل الجيش الوطني بجرائم الحرب، بجرائم ضد الإنسانية، لكن لا يوجد هناك مؤشرات تأتي بوضع حد هذه الانتهاكات. كل ذلك في سبيل رصد وتوثيق انتهاكات دون ردعهم للوضع حد لهؤلاء. الناشط الحقوقي الأستاذ إبراهيم شيخو، كنت معنا من ريف حلب الشمالي، لك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى مشاركتك معنا.